وللمزيد حول أزمة الكهرباء المزمنة في العراق في ظل تفاقم الوضع باستهداف الأبراج الموصلة للكهرباء، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. أهلا بك معنا دكتور قحطان. أهلا وسهلا بك أخي، حياك الله وبياك، حيا قناة ومشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور قحطان. بداية، منذ عام 2003 والعراق يعاني من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ورغم انفاق المليارات على قطاع الكهرباء حقيقة إلا أن الكهرباء لا زالت في أزمة مستمرة. إلى ماذا يرجع السبب الحقيقي في تفاقم واستمرار هذه الأزمة؟ أكرر الترحاب بك أخي العزيز. أولا، يعود إلى عدم وجود الرغبة الحقيقية لإصلاح الكهرباء أو إدامة أي خدمة من خدمات المطلوبة للشعب العراقي. فالكهرباء على سبيل المثال عندما قصفت في التسعينيات هي والمحطات الوقود والمصافي أعيدت خلال 40 يوما، هناك كان إرادة. أما في تصورنا المتواضع أن اللي حصل الآن هي صراعات سياسية ومغانم مصلحة شخصية، لأن كل برج يسقط تكلفة ما تقارب 20 مليون دينار، وبالتالي فيها مغانم كثيرة. زع ذلك أن الجانب الطرف الآخر الذي لا يرغب في استقرار البلد يسعى إلى إدامة هذا الخلل لكي يستمر العراق بوضعه السيء. نعم، في ظل استمرار هذه الأزمة، يعني نذهب هنا إلى إيران التي تقرر تعليق تصدير الكهرباء للعراق بزعم سد احتياجاتها الداخلية. هل ترى هذا مبررا حقيقيا أم أن هناك دوافع أخرى من قبل إيران لقطع التيار الكهربائي عن العراق؟ لا، أكيد دوافع أخرى، وهي أساسا الضغوط على حكومة بغداد لتثني اتجاهاتها وتوجهاتها التي تشك إيران أنها تذهب بالاتجاه الأمريكي. واحد، اثنين، كالحاجة العراقية لإيران حقيقة عندما تقطع الكهرباء وتقطع المياه، وكأنما إيران هي الرب الروحي الأرضي للعراق، وبالتالي على العراق أن يرضخ وأن لا يتقاطع مع إيران. الشيء الآخر والثالث المهم في ذلك هو أن تابعنا المناطق التي تستهدف فيها الكهرباء، لوجدناها في المناطق التي هي شمال بغداد وصلاح الدين والموصل، رغم أن هناك أبراج في محافظات أخرى لم تستهدف. إذن الأمر أمر إذكاء المذهبية الطائفية، والذي يذهب باتجاه أن داعش وراء هذه العمليات أنا أرى أنه غير دقيق. فداعش الضلالة والكفر والتهجير سيطر على المناطق هذه ولم يسقط أي من الأبراج. لسنا الآن في دفاع عن داعش، ولكن كواقع عمل داعش لم يذهب بهذا الاتجاه. إذن الذي يذهب بهذا الاتجاه هو الذي يريد أن يذكى الطائفية والمذهبية، لذلك نرى الأبراج تتساقط في المناطق التي يراد لها أن تذكى الطائفية فيها. إذن هناك علاقة فعلية بين قطع إيران لإمدادات التيار الكهربائي وبين استهداف هذه الأبراج، كأنك تقول أن إيران هي التي يعني وراء هذه الاستهدافات. ممكن تكون أن عملية تكامل الواجبات، إيران تقطع الكهرباء من جهة وهذه المجاميع تقطع أو تسقط الأبراج من جهة أخرى. وهنا حتى كان هناك نكتة إن صح التعبير بين المعنيين في الكهرباء والمصلحين، يقال أسقط لي وأعمر لك وأسقط لك وعمر لي. فإذا عملية هي عملية استفادة شخصية ذاتية، ولكن بعدها الآخر السياسي هو الذي يذهب بالاتجاه الأخطر، الذي كما قلنا قبل قليل هي إذكاء حالة الحالة اللاطبيعية في المناطق بعينها. نعم، أيضا يعني هذه الاستهدافات نلاحظ أنها أتت بالتزامن مع حديث عن تفاهمات لربط الكهرباء مع دول الخليج. هل ترى ذلك؟ بالتأكيد إيران لا يروق لها أن يرتبط العراق في عمقه العربي، ولكن لكي نكون دقيقين نحن في هذا المسألة، إذا كان هذا الترابط فأعتقد أنه من منطق إيران أن تساهم في إعطاء الكهرباء للعراق وعدم استهداف الأبراج لكي تعطي صورة إيجابية لها، لأن استمرار قطع الكهرباء من إيران وأطراف إيرانية تساهم في إسقاط الأبراج يدفع العراق أو يعطي حجة أن يذهب إلى الخليج
إذا أنا أعتقد أن هذه الربط هو ضعيف وليس منطقيا، ولكن ربطنا الأول وحديثنا الأول أن المسألة هي سياسية وهي عملية إذكاء حاجة العراق إلى إيران باعتبارها الجهة المصدرة للكهرباء هي التي تكون خلف إسقاط وخلف القطع الكهربائي، كما هو قطع المياه على المناطق الجنوبية. دكتور قحطان، هناك يعني البعض يرى بأن لربما تكون هذه رسائل أيضا من إيران على أن أنها قادرة على استهداف أي يعني استهداف القطاع الكهربائي ولو كان مربوطا بالخليج، يعني ولو كان بعيدا عنها. لا، بالتأكيد هناك رسائل قبل هذه كثيرة، فالرسائل الإيرانية أن يخرج مطلوب من القضاء من مقر رئيس الوزراء في مركز المنطقة الخضراء أو الغبراء، وأيضا هناك استهدافات إلى مراكز لقوة دولية ودبلوماسية، وهناك نغمة واضحة وعالية بين العراق هو جزء من إيران، فإذا إيران لا تحتاج هذه العملية لكي تذكي هذه الحالة. ولكن أؤكد هنا وأؤكد أن مسألة أولا هي صراع على المصالح الشخصية، اثنين إذكاء المذهبية في مناطق معينة، ثلاثة إظهار إيران وكأنها الطرف الذي يمنح العراق ما يمنحه من أسباب الحياة. نعم، هل تملك إيران يعني شيء عدا الميليشيات بالنسبة للضغط في هذا الملف داخليا في العراق؟ الأحزاب السياسية الأخرى الكل تابعة إلى إيران، ومعظم المسؤولين العراقيين الذين تسلموا المناصب أخيرا الرئاسات الثلاثة هم مرتبطين بإيران، ولعل الرئيس الإيراني أو المسؤول الإيراني بالخارجية الإيرانية قال فزنا على أمريكا في آخر تشكيلة وزارية حكومية 3-0، بمعنى أن رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان هم تبع إلى إيران. إذن الهيمنة الإيرانية على العراق مختلفة الأشكال، ولكن هذه القوة الضاربة الميليشيات التابعة لها تستخدمها ضد الحكومة إذا ما الحكومة تقاطعت مع التوجهات الإيرانية، وتستخدمها أيضا ضد أي عملية إصلاح حقيقي لإثبات الوجود الدولة على المؤسسات العسكرية وسواها، تستخدم هذه الجماعات ضد هكذا أعمال. نعم، إذن أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي كنت ضيفا عبر سكايب من بغداد، شكرا جزيلا لك. حياك الله.